صحة وصحتين وعوافي من زيت النخل هالخضرة. دخلك شو اللي خلى هالأكل طيب وخفيف؟ مون معك حق، السبب هو سمنة زهرة تعرفيها وأكيد ما نسيتيها، ولأنها مصنوعة من زيت النخيل مش بس مرة واحدة، مرات كتيرة، وهالشي طبعا أوفر. وكمان زهرة بصحتك مهتمة لأنها منا مهدرجة وضد الكوليسترول. تصوري تقلي فيها مرات كتير. زهرة صحة ولا أحلى. صحة وصحتين وعوافي من زيت النخل هالخضرة. دخلك شو اللي خلى هالأكل طيب وخفيف؟ مون معك حق، السبب هو سمنة زهرة تعرفيها وأكيد ما نسيتيها، ولأنها مصنوعة من زيت النخيل مش بس مرة واحدة، مرات كتيرة، وهالشي طبعا أوفر. وكمان زهرة بصحتك مهتمة لأنها منا مهدرجة وضد الكوليسترول. تصوري تقلي فيها مرات كتير. زهرة صحة ولا أحلى.